ويلكم ويلكم يوتيوب، يوتيوب، ورجعنا رجعنا لكم لكم بفيديو بفيديو جديد. جديد. والفيديو هو ايه علاقتنا؟ بزيت شوزي. اول حاجه انا كنت قاعد كده مع نفسي، كنا بنتابع زيت شوزيت جدا يعني، كنا بنشوف فيديوهاته اول باول، فهو علق على كلمه وليه ما ممكن اعملها ريمكس شعبي، فجربت اعملها. فقلت كنت لسه عاملها برايفت يعني على القناه وكده وامسحها، فقلت ان مش حلوه وكده يعني، فايه فلقيتهم هم نزلوا دخلوا فيديو طلعوا على اسمه اختلاف اللهجات. شوفوا هذا الفيديو مع واحد بعض. سوى لنا اغنيه. اوكي، انا الفتره الاخيره علقت على كلمه اللي هي الا شباب، فافتكروا الكلمه. اوكي، الا شباب. اوكي، الحين بسمعها لبدر واشوف رده الفعل حقته، واذا مره انتم يعني شفت كومنتاتكم او ما اصحى بكره شفت كومنتاتكم مره يعني في كومنتات كثير ناس تقول نزلها، بنزل الاغنيه كامله في القناه بكره. اوكي، لقيت، يلا جاهزين؟ 1 2 3. ايش ذا؟ هذا انت. مرة الأغنية جيدة، هذه الأغنية بنزل لكم إياها، لو شفت ناس كثير في الكومنتات كتبوا ناس نزل لنا إياها، بنزل لكم إياها إن شاء الله بكرة الساعة 2، فما أدري بشوف حماسكم، ما أدري أنا كنت بنزلها صراحة. شكرا راشد، شكرا بدري، شكرا زيشوزو، شكرا لسماعك، وإن شاء الله أعمل أغنية جديدة كده إن شاء الله تعجبك. ان شاء الله الجزء الثاني من الاغنيه ان شاء الله توصل. بعديها الصراحه جالي على قناتي القديمه قبل ما تتقفل، جالي عليها مشاهدات كتير وجالي عليها اشتراكات يعني دعموني يعني على القناه القديمه، بس بعديها بقى للاسف القناه اتقفلت، فعملت قناه جديده وقلت لا عادي ونزلته ونزلته على القناه الجديده يعني. هو نزلوا على القناه الجديده بس عملوا نزلوا كمان كليب بقى، يعني نزلوا على القناه الجديده بس كليب. برضه بعد ما خلصت الميكس وكده ورفعته وعملوا رده فعل، دخل علي على الانستجرام، فصح اندهشت برضه، كنت متفاجئ. وقال له ازاي؟ قال له احنا ننتظر باين نغمة الهيب هوب، او هو كان يعني عامل كنت عامل كان جزء عامل تاني، جزء تاني للاغنيه اللي هي قولوا شباب، حتى ناس كتير قوي نزلوها على اليوتيوب بايميلات مختلفه، لما تيجي تكتب قولوا شباب هتلاقي ناس كتير قوي منزلها بايميلات مختلفه، فناس كتير قوي يعني عجبتها دخلوا علقوا على قناته وكده يعني، وعملت ريميكس وحاجات تانية بقى وكده. عامة هنسيب لكم رابط الفيديو اللي الميكس بتاع اخويا طلع فيه واللي هم عملوا كمان ردة فعل عليه، فهنسيبه لكم تحت، وطبعا انتوا عارفين قناة زيت شو زد اكيد يعني، و قناة زيت شو زد هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، خشوا اشتركوا فيها ما تنساش تشترك في قناتنا. وبس كده الفيديو خلص، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، وهي دي علاقتنا بزيت شو زد، وكان معكم بلال. مالي يا ابني؟ كان معكم اي بي فيديو. سلام.